المركز الخامس وصل العديد لمحمد بن فاران بن عتيق البريدي المري. الكلمة والمايك تنتقل للزميل سلطان السعيدي. شكرا للزميل عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، تستمر منافسات هذا الصباح مع سن اللقاية، ونتابع معكم شعارات ابناء القبائل ضمن السباق المحلي الرابع، حيث انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الخامس عشر من اشواطنا الصباحية، شوط خاص بالابكار والمسافة هي 5 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق للاسماء المشاركة في هذا الشوط، شوط يحمل اعداد وشعارات كبيرة تنطلق في هذا المدار التنافسي مع 5 كيلومتر. نسير مباشرة الى مقدمة الشوط لنتابع المركز الاول ونتابع الصدارة مشاهدينا الكرام مع مقدمة هذا الشوط. وعلى الصدارة نتابع في هذه اللحظات متابعينا الكرام التواجد والانطلاق من مزيد على مقدمة الشوط بشعار حمد بن سالم بن سلطان العرياني، من يقدم لنا الشعار على ما يبدو. وعلى صدارة هذا الشوط النقلة إلى المركز الثاني لنتابع في ثاني المراكز التقدم في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام من قبل حصيل اللي خذت المركز الثاني بشعار عامر بن راشد البريص المري، يأتي مع ثاني المراكز. وهذه مشاهدي الأعزاء غبة لمحمد بن علي الفيدة المري، بدأت أيضا تنطلق مع الصدارة وتغير إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. أما في المركز الثاني فهذه ضجة القادمة في هذه اللحظات بشعار ناصر بن زايد بن ترجم السحلي، من يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الثاني من خلال تقدم ضجة. وفي ثالث المراكز المركز الثالث مشاهدينا الكرام يأتي شعار العرياني القادم، أيضا وصول مزيد القادم بشعار حمد بن سالم بن سلطان العرياني، يأتي مع ثالث المراكز. والمركز الرابع، في المركز الرابع مشاهدينا الكرام نجد في هذه اللحظات التقدم والاندفاع في هذه الأثناء من خلال هذا الأداء الجميل، على ما يبدو أن شعار فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة مع الجليلة القادمة في هذه اللحظات، وخذت المركز الرابع المركز الخامس وخامس المراكز مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام نجد في هذه اللحظات البيدة القادمة بشعار محمد بن بخيت بن برقان مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الإخوة الكرام في أول ندى في منافسات هذا الشوط، الشوط الخامس عشر، وتحدي جميل وإثارة نشاهد أيضا في هذه اللحظات متابعينا الكرام مع مخرجنا أبو شارب الأسماء القادمة والتي تسير خلف الفايف ستار. مشكور يا أبو محمد، لنتابع كل الشعارات وكافة الأسماء التي تنطلق في هذا المسار الجميل على ميدان الشحانية. العودة إلى الصدارة دائما وابدا، عودتنا الى مقدمة الشوط مع انطلاقة حصيل على الصدارة عامر بن راشد بن سعيد البريص المري باحثا عن ناموس هذه الشوطة، وغبة غبة على مقدمة الشوط تتقدم بشعار محمد بن علي بن حمد الفهيد المري، من يقدم انطلاقة غبة على صدارة هذا الشوط باحثة عن الفوز والانتصار طامعة بهذه النقطة الصباحية من ميدان الشحانية. المركز الثاني ضجة تسير هناك بهذا الأداء الجميل وتضغط ضغط مباشر على مقدمة الشوط من خلال هذا الأداء الجميل نشاهده بشعار السهلي، تنطلق بالمركز الثاني ناصر بن زايد بن طرجم السهلي، من يقدم انطلاقة ضجة على المركز الثاني وثالث المراكز. شعار العرياني متواجد مع مزيد على المركز الثالث في هذا الانطلاق، حمد بن سالم بن علي بن سلطان العرياني من يقدم شعاره على مستوى المركز الثاني مع هذا التقدم من مزيد. المركز الرابع شعار بن برقان متواجد مع هذا الانطلاق وتقدم البيدة، محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا شعاره. وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مع أول ندى هذه المستشارة القادمة مشاهدين الكرام بشعار فرج بن محمد الأنقح المري، من يقدم لنا المستشارة القادمة في أول إذاعة في منافسات هذا الشوط. هذه الخمس المراكز مشاهدين الكرام التي تسير مع هذه
اللحظات ومع هذه الأثناء، ولكن أسماء بدأت تقترب في هذه اللحظات. نتابعها أيضا مع هذا التدافع المميز نحو الفايف ستار، والتي تسير باحثة عن الفوز والانتصار في هذا الملتقى التنافس الجميل على ميدان الشحانية، حيث نشاهد أيضا الشعارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة أيضا في المحلية الرابع هنا في أرضية ميدان التحدي. العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، وإلى غبة من تتقدم بالأداء الجميل حتى هذه اللحظات، وتتصدر المشهد بشعار محمد بن علي بن حمد الفهيد المري، من يقدم لنا غبة على مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، بدأت الاندفاع الجميلة من غبة على الصدارة والمقدمة هنا مشاهدين الكرام، وبدأت تزيد من سرعتها نحو الفوز والانتصار. ولكن هنا على المركز الثاني أتابع التقدم، المستشارة قادمة بقوة في هذه اللحظات، تحمل الشعار فرج بن محمد بن حمد الأنقح المري، يقدم لنا المستشارة في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع تواجد من ضجة ناصر بن زايد بن طرجم السهلي مع المركز الثالث والمركز الرابع. شوف الوصول من عوايد راشد بن سالم النابت المري، اول ندى لعوايد القادمة بقوة على المركز الرابع وتغير من مركز الاخر. ناخذ المركز الخامس، من وصلت في هذه اللحظات معاني عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري، وصلت في اول اذاعة ايضا وتتقدم على المركز الخامس، والاسماء قادمة. ولكن عودتنا الى صدارة الشوط، يا سلام يا عوايد تتقدم بالاداء الجميل. راشد بن سالم بن سعد النابت المري يطير بناموس هذا الشوط بن سعد، ويقدم لنا عوايد بهذا الأداء الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن المستشارة على المركز الثاني وثالث المراكز، هناك التواجد من غبة، ولكن هنا البداية المقدمة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. المستشارة عادت إلى المنافسة والتحدي الكبير في هذه اللحظات، تتقدم هنا مشاهدين الكرام المستشارة فرج بن محمد بلنقح المري، يقدم المستشارة، تطير بناموس هذا الشوط. الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، المستشارة على الناموس مع الانتصار، تتقدم بالأداء الكبير. سلام المستشارة، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لفرج بن محمد بن حمد بلنقح على هذا الفوز مع المستشارة، والتي حققت ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت غبة محمد بن علي بن حمد الفيدة المري، كانت مع المركز الثاني والمركز الثالث. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا منافسات هذا الشوط، وتابعنا الإثارة الحاضرة من الشعارات التي انطلقت في منافسة وتحدي كبير. وهذا ملخص شوطنا الماضي، لنتابع التوقيت الزمني مع المستشارة التي توجت بطلة بناموس هذا الشوط، قاطعة مسافة 5 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق وثلاث ثواني و76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لفرج بن محمد بن حمد بن لنقح المري على فوز المستشارة بالمركز الأول. أما المركز الثاني فكان من نصيب غبة وتوقيتها الزمني. مشاهدينا الكرام، توقيت غبة صاحبة المركز الثاني، يا مخرجنا يا أبو محمد عطنا المركز الثاني وتوقيت المركز الثاني مع هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة التي شاهدناها في هذا الشوط، شوطنا 15. مشاهدينا الكرام، إذن مع المركز الثاني وصلت غبة، وتوقيتها الزمني هو 8 دقائق 4 ثواني و33 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي الفهيد المري على فوز غبة بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فمن وصلت مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز أخيرة، وتوقيتها الزمني هو 8 دقائق و6 ثواني 57 جزء من الثانية، اللي وصلت في اللحظات الأخيرة بشعار صالح بن مسلم بالطالب بن عقيل. والمركز الثالث والمركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام من عوايد بشعار راشد بن سالم النابت المري. والمركز الخامس مشاهدين الكرام، من وصلت مع خامس المراكز، المركز الخامس مشاهدين الكرام كان من نصيب الجذابة بشعار جار الله بن سعيد بن صميخ آل صميخ. إذن مشاهدين الكرام، شوطنا 15 انتهى، والشوط 16 هو الذي يسير برفقة الزميل صالح الكربي.